السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة تاني فيديو من سلسلة تعليم الكلاسيك كنترول. هنبدأ الأول حاجة بالتاسك بتاع المحاضرة اللي فاتت. التاسك كان بيقول ايه؟ بيقول لك انا عايز اعمل اشغل بمفتاح بوش بوتون اون، واقفل بنفس بمفتاح تاني برضو اون بوش بوتون نورمالي اوبند، اللي هي نورمالي اوبند، وهفتح بمفتاح نورمال اوبند وهقفل بمفتاح نورمال اوبند. يبقى انا محتاج مفتاحين، تمام، افتح واقفل بيهم. هتقول لي ازاي هنعمل كده؟ اما تيجي تعمل تاسك المفروض تفكر فيه. هتفكر فيه ازاي؟ زي ما هنفكر دلوقتي مع بعض. انا دلوقتي عايز ابدا طبيعي عادي، هنزل كده ومعايا كده ومعايا ايه؟ ستارت. الستارت ده هيروح فين؟ هيروح يشغل لي كونتاكتور. ده مبدئيا هنفكر مع بعض. انا لو دوست ستارت، اعتبر ده الستارت الاول، دوست كده ايه اللي هيحصل؟ محتاج نقطة كده بحيث لما ادوس ستارت تلتش وتشغل ده. طب لو انا عملت كده هل هحصل على الوظيفة اللي انا عايزها؟ لا طبعا. طب الحل ممكن يكون ايه؟ الحل ممكن اعمل اللي انا مثلا الجزء ده هاجي امسحه كده، ماشي، وابدأ افكر. نفكر مع بعض. انا محتاج مفتاح تاني، المفتاح التاني ده اكيد محتاج لاتش معاه طبيعي. واللاتش ده وظيفته ايه؟ اللاتش ده وظيفته اللي هو يوقف الدايرة. يعني اللاتش ده وظيفته اللي هو يفتح لي الدايرة. ويفتح لي ايه؟ يفتح لي الدايرة عن الموتور اللي انا هحطه في دايرة الباور. انا كده بدأت اجمع. بدأت، يبقى انا محتاج ستارت هنا، محتاج لاتش كده اهو. اللاتش ده هينزل على كونتاكتور كده، هسميه مثلا كي ام وابدأ اعمل كده. طب تمام، تعال نفكر فيها تاني. اهو انا دوست ستارت، ده اشتغل، وبالتالي ده كده كده نورمال كلوزد، والجزء بتاعه ده ايه؟ ده انا فهمت كده. لما انا جيت قلت، شفت انا قلت ايه؟ ده ما تأثرش. ليه؟ انا مش عايزه يتأثر. ليه؟ لان انا قلت لك انا لما ادوس ستارت عايز البرانش ده يشتغل، فانا مش عايزه يتأثر. معناها ان انا هجيب ريلي احطه هنا، تمام، اللي هو الايه اللي اسمه كي مثلا، وهاخد منه نورمال كلوزد هنا كده. ايه اللي حصل كده؟ ان الصوره بقت واضحه اكتر. اللي انا هدوس ستارت هيجي هنا يلتش، او هيجي هنا المفروض يبدا يلتش، وبعد كده ينزل يوصل للجزء ده. تمام، نقول تاني عشان يعني بنفكر مع بعض. نقول تاني، انا عندي ستارت اهو، حطيت كده، جميل. الستارت ده محتاج يشغل لي الجزء اللي انا عايزه، حلو، ومحتاج نفس الزرار يبقى نورمال اوبن تاني، يبقى بيعمل لي مهمه الستوب. متفقين كده؟ طب انا دلوقتي اهي عندي واحد تاني اهو. الستوب ده محتاج اما ادوس عليه ايه اللي يحصل؟ دي انا جبت فكره من هنا. اول ما ادوس على الستوب ده يفتح على ايه؟ على الكونتاكتور اللي بيشغل ايه؟ الموتور بتاعي. حلو قوي كده. فانا حطيت كده اهو. هل انا بعد الستوب بالنسبه لي اللي هو ده ستوب، ده ستوب كده، هل انا الستوب بتاعي ده محتاج اما ادوس عليه هل بعديه هيبقى الملف اللي بيشغل الكونتاكتور؟ استحاله. ده انا ابقى عايز يبقى في جهاز معين هنا، مفتاح معين هنا هيدي اشاره او بيدي اشاره لنقطه مساعده نورمال كلوزد ناحيه الكونتاكتور اللي بيشغل الموتور، بحيث اللي هو ايه؟ يعكسها او يقفلها. حلو كده. فانا مثلا هاخد هنا، مش مثلا طبعا، انا هنا هاخد الكي ام، دي النقطه المساعده.
حلو، تعال نجرب تاني. طبعا اتفقنا ان الكي ام دي الكونتاكتور وده الريلي، خلينا مثلا كي ار، وهنا كي ار. جميل، هاجي هنا ده دوست ستارت، دوست ستارت اهو ماشي، وبعد كده ستارت اختفت، راح طبعا راح هنا على طول نزل عند كي ام. هل الكي ار هتفتح؟ استحالة، ما انا مش موصل لها حاجة، فخلاص مش هتغير وضعيتها بالعقل اهو. جيت كده حطيت، يبقى انا ايه عملت لاتش هنا، ما هو ده اصلا كده وصل فعمل لاتش، فيبقى الدايرة ماشية كده. جميل، هاجي دلوقتي ادوس ايه ستوب. ايه اللي هيحصل لما ادوس ستوب؟ لما ادوس ستوب كده الكي ار او الريلي بتاعنا ده هيبدأ يلقط كهرباء. طب يعني ايه يلقط كهرباء؟ احنا قلنا بيعكس وضعية النورمال كلوزد تبقى اوبن والنورمال اوبن تبقى كلوزد. جميل، فانا دوست كده جالي عند الكي ار دي، راح عمل ايه بقى؟ بص فتحها لي كده، بص اللي حصل، فتحها كده، بالتالي الكي ام وقف فراح فتح دي كده. ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ وطبعا الستوب دي رجعت لمكانها تاني الطبيعي، يبقى الدايره رجعت بتاعتي زي ما هي وكده، وقفت الدايره بتاعتي. هنعملها على السيميولينك بسرعه كده تمام، ونشوف برضو الكلام ده صح ولا غلط. ماشي، عندنا اهو المفاتيح بتاعتي، هنجيب كونتاكتور تاني روتيت 90، ونيجي كده اهو، طبعا دي الدايره بتاعتي، اسمي ده كي ام، يبقى ده اللي مع كي ام طبعا زي ما فهمنا، وهاجي كده اوصل كده اهو لاتش اهو بتاعنا. سيب ده دلوقتي واجي كده اوصل ده، اوصل ده كده، اوصل ده كده. جميل جدا، دلوقتي هاجي ده واجيب ايه، انا عايز نقطة نورمالي كلوزد، يبقى نورمالي كلوزد كونتاكت روتيت ب90. طبعا احنا انا بعمل بسرعة عشان يعني احنا فهمنا الموضوع ماشي ازاي تمام. هنيجي كده ونوصل كده هنا، نظبط شكلها بحيث ان احنا لو الدايرة عندنا كبرت بعد كده ساعتها ممكن انت تتلخبط، فانت تحاول تظبط خطوطك وتظبط شكلها على قدر الامكان. تيجي كده ندوس دي الكي ام، قلنا دلوقتي هتبقى دي تبع ايه؟ تبع اللي هنا، عشان خاطر ايه ما اديله امر ستوب. يجي كده تمام كده، وهنا دي طبعا هتبقى كي ام، بحيث اللي هي دي اول ما ادي امر تبدا تعمل لاتش. جميل جدا، نجرب نشغل ونشوف يمكن يحصل مشكله. طبعا الليست اللي احنا قلنا عليها قبل كده اهي، دي الليست قال لي هو ستارت بوتون استخدمت 2، الكونتاكتور استخدمت كي ام وكي تمام، الثري فيز سبلاي استخدمت 1، وهكذا. دي الليست بتاعتنا يعني. نبدا رن وادوس ستارت، اللي حصل اشتغل زي ما قلنا اهو، ده نزل مره واحده لاتش هنا، ودي اصلا كده كده مقفوله ومش متوصل لها الكي، هنا مش متوصل لها اي حاجه، فساعتها الجزء ده وصل زي ما هو كده ونزل كده. لما ادوس ستوب او ما ادوس ستوب اللي حصل الكي دي فتحت، وبمجرد ما الكي دي تفتح الكي ام هيفتح، فبالتالي النقطه بتاعت الكي ام هنا هتفتح، وبالتالي يبقى ما فيش مسار يمشي فيه التيار بتاعي. طبعا دايره الثري فيز المعتاده بتاعتنا ما فيش اي تغيير فيها. ده كان التاسك بتاعنا المرة اللي فاتت، او التاسك اللي احنا قلنا ايه هنعمله في البيت. دلوقتي عندي تاسك تاني، انا دلوقتي زي ما قلنا اللي احنا هنعمل 2 نورمالي اوبن، واحد يبقى مهمته الستارت وواحد مهمته الستوب، هنعمل 2 نورمالي كلوزد، واحد مهمته يستارت واحد مهمته يستوب. طب هنفذ ده ازاي؟
حاول تفكر يعني، انت ممكن تفكر فيها كمان قبل ما تشوف الحل اللي انا هعمله، بس بإذن الله الموضوع مش صعب وسهل بإذن الله. اول حاجة زي ما بفكر، بفكر معاك اهو، هبدأ بالستارت ماشي. طبعا امسح ده تمام، هبدأ بالستارت كده اهو ده اعتبره الستارت بتاعي. تمام، انا محتاج دلوقتي، محتاج اما ادوس على ده، اما ادوس على الستارت اللي هنا، ايه اللي يحصل؟ يبدأ الدايرة تشتغل. يعني انا محتاج كونتاكتور هنا، جميل جدا. لما ادوس عليه ستارت تبدأ تشتغل، بمعنى ايه بقى؟ اللي انا عندي هنا جزء، وفي هنا حاجة بتريفير لمين؟ للنقطة اللي هنا. ازاي بتريفير ليها؟ انا لو دوست هنا وديت امر الحاجة تشغل لي الجزء ده، ايه اللي هيحصل؟ اهو بص، انا عندي اهو كده، هعمل هخلي ده كده اهو، وادي كده واسمي ده كي، ده الكونتاكتور بتاعي. لو دوست هنا ده طبعا ايه، هو اوريدي شغال، يعني هو اوريدي، انا لو دايس كده هو اوريدي شغال. فلو دي نورمالي اوبن هتبقى نورمالي كلوزد، ولو نورمالي كلوزد هتبقى نورمالي اوبن. فانا محتاج اعملها ايه؟ اعملها نورمالي كلوزد. ليه بقى؟ بحيث اول ما ادوس ستارت تبدا تلاتش مع حاجه تانية وتبدا تشتغل. تمام، هنشوف دلوقتي الوضع هيمشي ازاي. لو انا مثلا انا قلت لك هلاتش مع ايه، فانا هبدا مثلا لاتش مع الكي بتاعتي، وبالتالي الجزء ده هيفضل موصل دايما. ما هي دي نورمال كلوزد. النورمال كلوزد يعني ايه؟ نورمال كلوزد يعني انا طول ما انا مش موصل كهرباء نورمال كلوزد. ركز في الحته دي جدا، ركز، مهمه جدا. انا هنا ستارت بتاعتي ستوب اساسا، فدي اصلا انت بتقول لي انت يا باشمهندس انت قافلها ازاي؟ ما كده موصله. لا هي مش موصله، هي انا اصلا موصل من هنا، فدي بالنسبه لي هي كده اوبن ناو، يعني هي اوبن مش كلوزد. يعني دلوقتي هي اوبن مش كلوزد، فانا عشان كده عملتها كلوزد. دي نقطه مهمه جدا جدا. تاني حاجه، طب هتقول لي يا باشمهندس انا محتاج ده تعمل لها ستوب. ليه؟ انا لو دوست ستارت هنا، دوست هنا، لما ادوس ستارت هتبقى هتتحول دي لنورمالي اوبن، هتبقى اوبن كده. فساعتها الجزء ده هيرجع نورمالي كلوزد تاني، الجزء ده اهو هيرجع نورمالي كلوزد تاني، وبالتالي الجزء ده يوصل ويبدا يوصل. اهو انت جبتها اهو. محتاج تقطع في النص، محتاج حاجه تقطع هنا. ايه اللي يقطع؟ محتاج حاجه تقطع لي هنا. ايه اللي هيقطع؟ مفتاح الستوب اللي انا عامله. يبقى ابدا هعمل مفتاح الستوب بتاعي اهو. وهيبدا برضو يدي امر ريلي بتاعي، هسمي ده اور 1 واسمي ده اور 2، واجي هنا انا عايز الجزء ده كان ايه؟ اور 1. هنا بقى لو انا ده عملت ار 2، شوف اللي هيحصل دلوقتي. ار 2 دي هعملها نورمال اوبن ولا نورمال كلوزد؟ نسال نفسنا. مفروض في سيبك من اللي انا بستخدم ستارت ستوب اون او اوف والكلام ده، مفروض انا عايز دي تبقى مقفوله ولا مش مقفوله؟ مفروض انا عايزها ايه؟ مقفوله، بحيث اللي ما ادوس ستارت دي ما تاثرش معايا، ما غلطتش انا كده. هل الدايره المفتاح اللي عندي مفتوح ولا مقفول؟ ده مقفول، يعني بستخدم العكس. يعني قاعده انت تشوف النورمال اوبن مثلا كذا، وشوف المفتاح اللي عندك. لو المفتاح اللي عندك اصلا طبيعته فتح الدايره فتستخدم زي ما هي، لو طبيعته هو قفل الدايره تستخدم عكسها. حلوه الطريقه دي. فانا هنا زي ما قلنا انا محتاج ده ما يشتغلش خالص. تمام، يعني ايه ما يشتغلش؟ يعني يفضل مقفول، يعني ما ياثرليش على الدايره، ما يفتحش او يعمل حاجه
فانا ايه محتاجه مقفول، يبقى انا اسيبه نورمالي اوبن بحيث ان ده اصلا مقفول، فده يبقى كده كده مقفول. حلو كده النقطة دي، واعمل كده مثلا اهو كده. انا كده ايه عملت الجزء بتاعي هنا كده كده. تعال بقى نبدأ نجرب الموضوع ده. تعال طبعا ممكن اراجعها لكم تاني، بس يعني ايه نحاول نراجعها سريعا، بس احاول اقول لكم تاني اهو. انا عملت ايه كل ده، هدوس ستارت. تمام، الوضع العادي ايه اللي حصل، ايه اللي حصل دلوقتي، دي نورمالي اوبن نورمالي كلوزد، فطبيعي هي بقى تبقى نورمالي اوبن، ويبقى وده يبقى نورمال اوبن، يبقى دي مش موصله للكونتاكتور بتاعنا اللي هو اسمه كي، فكده انا الدايره مفتوحه ملهاش لازمه عندي خلاص، هي مش شغاله. طب وهنا الار 2 دي موصله كهربا، فدي اصلا نورمالي اوبن اصلا، فهي دلوقتي نورمالي كلوزد. جميل، دوست ستارت، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، جرح جالي هنا، ده بقى دي فتحت، دي فتحت خلاص، ما انا شلت الكهرباء عندي فدي رجعت ماشي، او دي قفلت، دي قفلت اسف، دي رجعت لوضعها الطبيعي اللي هو النورمالي كلوزد، قفلت اهي بعد ما دوست على ستارت في لحظه دوست فيها، فراح نزل الكهرباء لهنا. هل الار 2 اتاثر؟ ما تاثرش، هو مازال كلوزد دلوقتي، فالكي اشتغل فعمل اللاتش هنا فبدا يوصل كهرباء. دوست ستوب، ايه اللي حصل، ار 2 بدا يشتغل، دي كان نورمالي اوبن او بقت نورمالي اوبن. تمام، ليه؟ لان اصلا خلاص انا الار 2 ما اشتغلش، يعني شلت منه الكهرباء، شلت منه الكهرباء فبقت رجعت نورمالي اوبن زي ما هي، فقطع الكهرباء عن الكي فبالتالي وقفت الكهرباء. تعالى نعمل الدايره دي سريعا كده. بص هنكمل على الدايره اللي فاتت بتاعتنا. انا كان عندي، انا هحتاج دلوقتي الكلام ده كله، استنى اشيل بس كده عشان كنت ايه دي مثلا، اخد اشيل ده اشيل ده. تمام، نبدأ بقى بسم الله. انا محتاج ستارت ستوب بوتون، ستوب بوتون تاني، نبدأ نعمل دائرة الستارت. الستارت هجيبها منين؟ طبعا بجيبها من الفازة هنا، اطلع كده واجيب دي كده. تمام كده، وابدأ اروتيت لدي كده. واجيب دي كده اهي. ممكن اجيب لها النيوترال بتاعها او هي نيوترال ده كمان، مفيش مشكلة. وده اسمه ار 1. حلو؟ جميل. دلوقتي طبعا انا محتاج ده بس عشان نغيره بالمرة اهو. ده يشتغل عند الكي عادي خالص زي ما اتفقنا، مفيهاش اي مشكلة. واجي هنا تاني على الجزء، اجيب ستوب بوتون تاني، انا كنت جايب واحد خلاص مفيش مشكلة، وابدأ اوصله برضو، ممكن اوصله كده على طول مفيش مشكلة، واجيب كونتاكتور. هو ريلي مفروض، هو انا بستخدم ريلي دلوقتي مش كونتاكتور، بس يعني هو انا عندي كونتاكتور فبستخدمه كنقطة مساعدة هنا في السيميوليشن بس بتاعنا طبعا يعني. تمام كده، دوست كده اهو، جيت جبت كده اهو. تمام، انا بس بوحد النيوترال بتاعهم اكيد طبعا، وفي التوصيل الحقيقة برضو بتعمل كده. ايه اللي ناقص لي يا باشمهندس؟ ايه اللي ناقص لي؟ انا قلت هنا زي ما قلت طبعا، انا مش محتاج هنا نقطة، انا محتاج نقطة نورمالي كلوزد. ليه نورمالي كلوزد؟ عشان هي اصلا نورمالي، عشان هي اصلا المفتاح بتاعها او السويتش بتاعها مقفول، فتبقى العكس زي ما قلنا نورمالي كلوزد نورمالي اوبند اهو. نعمل مثلا كده اهو، بس كده. هي دلوقتي وضعها ايه؟ الرسمة دلوقتي في الرسمة وضعها ايه؟ ده مقفول فده هيبقى مفتوح، هوريك برضو في السيميوليشن ايه اللي هيحصل، هيفهمك اكتر. تمام؟ وبعد كده ده اللي احنا بنعمل لاتش بيه، اللي هو النقطة المساعدة من الكونتاكتور نفسه اللي هو بيشغل لي
الموتور بتاعي تمام، ومحتاج حاجة تقطع هنا. ايه اللي هيقطع يا باشمهندس؟ هجيب نقطة نورمالي اوبن من ايه بقى؟ منين؟ قولي قولي انت، قولها لوحدك. من الار 2، بحيث ان هي اصلا نورمالي اوبن، فتبقى هي بسبب ان الار 2 دي عباره عن ستوب بوتون ماشي، فتبقى نورمالي كلوزد، فما تاثرش معايا غير لما ادوس كده، ساعتها هتتحول للعكس وتقطع الدايره بتاعتي. جميل. انا اجيب طبعا ده تبع ار 1 وده تبع ار 2. ده مفتاح اول، ده مفتاح الستارت وده مفتاح الستوب. نبدأ نعمل ران. ايه اللي حصل؟ انت شايف اللي حصل يا باشمهندس؟ بص بص، خد بالك بقى، خد بالك دي هتفهمك قوي. اول لما دوست ستارت ايه اللي حصل؟ المفتاح ده اصلا البرنامج فهم ان المفتاح ده بص موصل للار 1، فبالتالي الار 1 تفتح تمام؟ لان معكنها نورمال كلوز، بس هي هتفتح دلوقتي ليه؟ عشان خاطر انا موصل طبيعي بديهي. وهنا الار 2، الار 2 اللي هنا دي ايه اللي حصل فيها؟ مفروض اللي هي كانت عامله ايه؟ نورمالي اوبن، بس عشان انا موصل برضو هنا بقيت نورمالي كلوزد. جميل كده؟ هاجي هنا دوس يا باشمهندس ستارت. بص ايه اللي حصل؟ الار 1 ستيل شال التيار ولقطه وكل حاجه، بس في حاجه حصلت تاني. الكي خلاص خدت اللاتش، الكي خدت اللاتش، والار 2 ما حصلهاش حاجه، الار 2 ستيل اصلا انا ما لمستهاش، فهي نورمال اوبن، بس دلوقتي عشان انا موصل لها من ار 2 هي الجزء ده، فبقت نورمال او مش نورمال، بقت كلوزد عادي، بقت نقطه كلوزد عادي تمام. فكده الموتور بتاعنا شغال. دوست ستوب، وقف ولا ما وقفش؟ وقف اهو. ايه اللي حصل؟ بص لما دوس ستوب، بص خد بالك ايه، الار 2 بتقطع، بص رجعت نورمال اوبن زي ما كانت في الاول، فقطعت فهي كده. تمام كده. المره دي هديكم تاسك خفيف جدا، طبعا المره الجايه ممكن ناخد تاسك او اتنين، وبعد كده نبدا نشرح في التايمرز ونقول انواعها ونقول استخداماتها تمام. دلوقتي التاسك عباره عن ايه؟ حاجه سهله جدا. انا عندي موتور، الموتور ده في مصنع، والموتور ده انا ممكن اديه لاوردر تشغيل من كذا مكان، يعني ليه كذا سويتش اقدر اشغله منه. السويتشات اللي عندي عادي نورمال اوبن عادي، سويتش اون عادي تمام. يبقى انا كده عايز ثلاث سويتشات اقدر اشغل منهم الموتور بتاعي، وعايز ثلاث سويتشات اوف ماشي، اللي هي بتبقى كلوزد طبيعتها، هي كلوزد تمام، بوش بوتون اوف، ثلاثه يوقفوا لي الموتور بتاعي. يعني انا عندي في مصنع ومطلوب مني، قال لي اعمل لي موتور، الموتور مثلا او فالف او ايا كان الحاجه اللي هشغلها تمام، قال لي اعملها لي، ليها ثلاث مفاتيح اقدر اشغلهم منهم من اماكن مختلفه، وليها ثلاث مفاتيح اقدر اوقفهم من اماكن مختلفه. ايه الشرط يا باشمهندس؟ الشرط بتاعنا الثلاث مفاتيح اللي اقدر اشغلهم يكونوا مفاتيح اون بوش بوتون، او اللي هي ستارت بوتون عادي، مفاتيح والثلاثه التانيين اللي اوقفهم منها يكونوا عادي، اللي هم اوف بوش بوتون اللي هي بتبقى كلوزد لوحدها. تمام كده. باذن الله نشوفكم الفيديو الجاي، ورب تكونوا استفدتوا، واعملوا اشتراك وشير لاصحابكم باذن الله عشان يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.